لابد تكون لك هويتك أنت. ما يصير يقول ليش تقلد، ليش تشديد على تقليد الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. الأصل أن المسلم تكون له شخصيته، يعني هم يتبعوننا ولا يسحنا نتبعهم. تونا ايش قلنا احنا الحين؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون. المقلد دائما دون، أنت الأعلى، ليش تقلده؟ هو يقلدك، أنا صاحب الحق ليش أقلده؟ فإذا إنسان أحيانا يكون مثلا يعني وصل درجة دكتور مثلا، يقول له والله الطالب، يقول لا هو يتبعني ما أتبع أنا، أنا دكتور هو طالب، أنا أقدم منه خبرة، مو من باب التفاخر وهذا، لا من باب أن أنا هو توي يتعلم أنا متعلم خالص، ليش أقلده؟ هو المفروض يقلدني، أنا أكثر منه خبرة وهكذا. فنحن على الحق، لماذا نتبعهم؟ هم المفروض يتبعوننا. دائما صاحب الحق يجب عليه أن يعتز بحقه. أما إذا كنا نستهتر نتبعهم في كل شيء وهذا معناته هم بدون، فمعناته قاعد ننزل يعني. وذاك الإنسان يبي يقلد من هو إيش أعلى منه، من هو خير منه. أما تقلد واحد دونك معناته قاعد تضيع نفسك. فهذا الأصل، العلم عند الله جل وعلا.